من الناحية العلمية موضوع سهل بس مهم. ليش؟ لأنه هواية تواجهوه بالكلينيكال لايف، بالكلينيكال اكسبيرينس، خاصة فيما يخص يعني المكسيلوفيشال برانش. يعني هواية تواجهون وهواية تشوفون pathological conditions diagnosed as cysts. يعني إن شاء الله باكر من تتخرجون إن شاء الله وتتخصصون أو تشتغلون راح تشوفوا ضروري طبيب الأسنان حتى لو ما يتخصص يبقى جي بي أو مثلا يروح غير برانش مو جراحي، يعني يروح مثلا واحسة بيرشي واحسة مثلا أوبراتيف واحسة مدري شنو. واحنا شوية متحيزين للجراحة ليش أنا برانشات يعني ما نعترف بيها. دائما الجراحي بس هي لا خطأ طبعا. احنا شوية نحكيها بس هو حكينا مو صحيح. يعني الدنتستري حتى التكست يعني الكتب مال الدنتستري شو يسموها؟ يسموها art and science. من تقرأ كتاب تكست مال الدنتستري مثلا مال اي برانش يسموه art and science. والحقيقة يعني هذا العلم اللي يجمع ويا الارت وهذا فد علم راقي. يعني من يصير ارت من ضمن العلم هذا فد شيء مميز وحلو ولطيف وراقي. ولذلك الدنتستري بالدول المتقدمة كلش طبيب الأسنان يعني من تروحون لأوروبا ينظرون إليه نظرة فوق البشر. يعني هو كطبيب وطبيب أسنان هناك طبيب الأسنان خاصة بأوروبا يعني بالدول الأوروبية كلش يحبوه يحترموه يجلوه مو عن فراغ لكن ما عندهم شيء عن فراغ ولا حسابات. لأنه الدنتستري يجمع بين الارت والساينس. المهم فنجي على السيس قلنا اللي هو كمان السيس هي فت كمان باثولوجيكال كونديشنز وكمان اللي دايجنوز وكمان اللي اكر بالكلينيكال اكسبيرينس اوف دنتستس. السيس كان بي ديفايند. شنو تعريف السيس؟ السيست ما هي السيست؟ أول مرة شنو يعني سيست بالعربي؟ تعرفوها؟ كيس. شنو؟ What is the definition of cyst? The cyst is defined as pathological cavity. It is not a normal cavity. Pathological cavity. Lined by pathological epithelium. مو normal epithelium. Pathological cavity lined by epithelium. اللي هو أيضا pathological epithelium. وcommonly filled by fluid. It may be empty, بس هذا بالحقيقة ما يسموها true cyst، يسموها pseudo cyst. فلذلك عندنا فد واحدة من أنواع cyst بالبون يسموها إذا قاريها ومر عليكم يسموها aneurysmal bone cyst. هاي can be empty. بس هو ال classical أو ال traditional definition of cyst هي pathological cavity lined by epithelium مبطنة بالأبثيليوم وfilled by fluid. الفلويد هنا طبعاً قاعدة كان بي لوكويد سمي لوكويد. المهم هو فلويد إذ كان أكرر السوفت تيشو طبعاً أو مبورن. هذا هو تعريف السيست. فهي المحاضرة هاي حلوة مو مثل يعني شوية إنه حلوة شوية مسهلتها لأنه يعني مو مثل ذيك المحاضرات شو مطولة رأساً داخل بالكلاسيفيكيشن مالتها قسمتها إلى قسمين. نعدم الدكتورة بجامعة مهران قسمتها إلى قسمين congenital cysts و developmental cysts. congenital cysts و developmental cysts هاي تحفظوها. الدفنيشن مالتها مهم طبعا مال الدفنيشن تحفظوها على ظهر قلب والclassification congenital cysts و developmental. developmental ايضا تنقسم subdivided into ك يعني هنا ذاكرين انه no dental cysts و cysts of dental origin. هي من حقيقة المصطلح الأدق odontogenic cysts و non-odontogenic cysts. odontogenic و non-odontogenic. نبدأ بأول واحدة اللي قلنا congenital مو صحيح. عندنا ثلاث أنواع ذاتين هنا تحفظوها لازم. هذه congenital تحفظوها يعني الأنواع تحفظوها لأنها تجي بالMCQ أنا في الوجبة قبل طلاب الجون مع الجماعة أحمد كاظم هم قلت لهم أريدكم بالإضافة إلى قراءة المحاضرات تجيبوا لكم
نسخ مال أسئلة مال الأقل 3 سنين السابقة، حاولون تحصلوها نسخ مال أسئلة مال 3 سنين السابقة الـ MCQ، لأن أنتم أسئلتكم MCQ مو أسئلة، لازم تطلعون على تتكرر، هي تجي منها هواي، تعرفون طبيعة الأسئلة شنو. المهم الـ developmental cyst، العفو الـ congenital cyst، قلنا أول وحدة أنواعها ذاكرين، عندنا ذاكرين 3 أنواع اللي هي thyroglossal cyst، thyroglossal cyst أو thyroglossal duct cyst، dermoid cyst ثانية، والbranchiogenic cyst. حفظوها thyroglossal duct cyst، هاي thyroglossal duct cyst محفوظة هواية، يجي مع العلم هي rare بصراحة، بس هواية يجيبوها بالأسئلة، thyroglossal duct cyst، dermoid cyst، وbranchiogenic cyst، هاي 3 أنواع للcongenital cyst. نجي على thyroglossal duct cyst، هي شنو thyroglossal duct cyst؟ اكو فد مصطلح يسموه اكتوبك، شنو اكتوبك يعني؟ What is the meaning of ectopic؟ دكتور يعني مو الاورجن اللي يصير به اصابه، يعني مو بنفسه مثلا من غير اورجن صح وبتشهد صح، يسموه اكتوبك يعني مصدر خارجي للاصابه. هو الاكتوبك باختصار هو تيشو في غير مكانه، تيشو في غير مكانه، يعني مثلا هو الثايرويد تيشو وين مكانه الصحيح؟ بالثايرويد جلاند، ثايرويد تيشو تشوفه طالع بغير مكان، يعني مو بالثايرويد جلاند، طالع بغير مكان، فهذا يسموه اكتوبك. اكتوبك بريجننسي شنو يعني؟ خارج، يعني كل شيء في غير مكانه يسموه اكتوبك، فهمتوني؟ حمل خارج الرحم يسموه اكتوبك بريجننسي، كل شيء غير مكانه هو هذا مصطلح اكتوبك. فالثايروغلوسال داكتس هو اكتوبك ثايرويد تيشو، يعني ثايرويد تيشو طالع بغير مكان، فهمتوني شنو؟ طبعا هنا قلنا arise from any portion of the thyroid duct، يعني هذه هي بالامبريونيك لايف او بالامبريونيك ديفلوبمنت، الثايرويد جلاند هي تبدي من ثايرويد دكت وتنزل بالميد لاين، تبدي تنزل الى ان تستقر بمكان الثايرويد جلاند، فيصير خلل اثناء الامبريونيك ديفلوبمنت، فيبقى remnants of thyroid tissue بالميد لاين اوف ذا نيك. زين، it can arise قلنا from شنو؟ من الثايرويد دكت، arise from the thyroid duct in the midline position، هاي مهمة جدا، arise from the thyroid duct ومكانها بالmidline position of the neck، يعني شلون تدقنزوها؟ بالmidline position of the neck between the thyroid isthmus زين و base of the tongue بالضبط. فأكو فرق، أكو فد anatomic position يسموه foramen cecum، سامعين بيه؟ طبعا قال هاي سيس كان بي سيمتوماتيك او اسيمتوماتيك، يعني اسيمتوماتيك ما بها اعراض، ما بها ات مي كوز سيمتومز، مي كوز يعني احيانا سيمتومز اذا كانت كبرت ديو تو ذا بريشر اون ذا ادجيسنت ستراكشرز. واحده من يعني الكاركترستيك فيتشرز مالتها جونينج سوالوينج، تقول للمريض ابلع فات ويل بي موف ابوردز، تحرك تشوف السيست تحرك upward during swallowing، فهي أهم characteristic features بالmidline و move during swallowing، move upwards during swallowing و arise from the thyroid duct during embryonic development. زين، وتبدي من الفرامن سيكام إلى الاسمس of the thyroid gland، هذه thyroglossal duct cyst. النقطة الثانية، النوع الثاني dermoid cyst، dermoid cyst هنا قالين انه relatively uncommon، يعني مو common بالoral cavity. زين، lined by fibrous capsule، طبعا هي كل السيست lined by fibrous capsule، هنا lined by thick fibrous capsule الدرمويد cyst with the stratified squamous epithelium. زين،
طبعا هنا الستراتيفايت يعني الكونتنتس مالتها maybe may contain sebaceous glands, sweaty glands, hair remnants, as well as tooth structures may be found in the cyst. It may occur on the hard or soft palate, in the hard or soft palate, but dorsum of the tongue and mane. لكنه مكانها هي كلها uncommon بالoral cavity. إذا صارت بالoral cavity, most common site بالoral cavity is in the floor of the mouth. The floor of the mouth. أما below or above الجينوهيويد مصر كذلك بالمدلاين أيضا بالمدلاين. It is not easily discovered unless it is enlarged and causes swelling beneath the chin. يعني هنا بالمنتال ريجن تحس أكو swelling أو يجيك المريض يقول لك عندي فد swelling هنا وأكو فد فد method of examination دائما بالأورال كافيتي يسموه by manual palpation. شنو by manual palpation؟ نعم لا بالexamination طبيب من اللي يفحصه يسموه by manual palpation. يعني خلي إصبع داخل الأورال كافيتي وإصبع خارج. يعني تخلي مثلا إذا هي هنا بعد منطقة خلينا إصبعك هنا وإصبع له من floor of the mouth مثلا. فمن يسوي منها تضغط راح تشعر بها intraorally. هاي يسموها by manual palpation. فقلنا شنو discovered by manual palpation. It has a rubber like sensation. rubber شوي. The treatment كل أنواع السيست كل أنواع السيست. The treatment مالتها هي واحدة. اللي راح نجي عليها بعدين. أما inoculation or marsupialization. هاي راح نجي عليها. النوع الثالث من ال congenital cyst هو قايل branchiogenic cyst. هذه أيضا arise from the persistence of the second branchial arch or cleft during the embryonic life. هاي المكان مالته وين along the anterior border of sternocleidomastoid muscle at any level بالنك. Along the anterior border of sternocleidomastoid muscle. إنزين. هي نفس الشيء أيضا lined with stratified squamous epithelium وcontained for the mucoid fluid. والتريتمنت مالتها هو كله surgical excision. بعدين راح نعرف شنو surgical excision. هسه هاي قلنا الcongenital cyst. نجي على developmental cyst وقلنا هي بها non-odontogenic وodontogenic. non-odontogenic ذاكرنا أمثل عليها median cyst والnasopalatine cyst أو incisive canal cyst. median cyst nasopalatine or incisive canal cysts and globulomaxillary cysts. The median cyst and the incisive canal cyst اللي هي nasopalatine هاي أكبر بالbone. Bone cysts هذول أول اثنين أكبر بالbone. The median and the nasopalatine. بالmedian cyst ليه سموها median؟ لأنه أكبر بالmedian fissure of the palate. يعني بال midline of the palate. أيضا from embryonic remnants. Differentiated from the nasopalatine cyst in their location. يعني هي نفسها بس إذا أكر بال median palatine بال median location of the palate more posteriorly هاي يسموها median cyst. إذا أكر more anteriorly near the incisive canal يسموها nasopalatine cyst. Okay. لو الاثنين عندهم أيضا يعني discovered accidentally أما by radiograph يعني المريض ما يحس بيها أما discovered يعني يأخذون مثلا أنت دزيت المريض على occlusal film وdiscovered accidentally or when they become secondarily infected يعني وين يصير من يصير بيها infection ويجيك المريض عنده فد abscess ودز أكسرها مشوف فد cavity فراح تكتشف أنه هي cysts. أذن إثنين أكبر قلنا bone cysts. The globulomaxillary cysts زين هذول the globulomaxillary cysts occur at the junction of the globular and maxillary processes. Globular and maxillary processes when between the lateral incisor and the canine between the lateral incisor and the canine teeth.
طبعا هاي نتيجه الجروث مالت راح يسوي دايفرجنس اوف الروتس، يعني تبعد الروتس، فالروتس هي نورمال مثلا مال اللاترال انسايزر والكناين راح يصير سيست بيناتهم، راح تدفعهم تسوي دايفرجنس اوف ذا روتس. زين باي وين يعني وين يوكزامن راديوغرافيكلي راح يشوف دايفرجنس اوف ذا روتس. اوكي هذه الجلوبيولومز السيست. عندنا فد نوع من انواع السيست هي خاليها من ضمن النون اودونتوجينوسيس، خاليها من ضمن النون اودونتوجينوسيس الميوكوسيلز والرانيولا. الميوكوسيلز والرانيولا يعني الميوكوسيلز والرانيولا خاليها من ضمن النون اودونتوجينيك سيستم ديفلوبمنتال النون اودونتوجينيك. دول الميوكوسيلز والرانيولا هي لهم اسم اخر يسموه ريتينشن سيستس، ريتينشن سيستس، وايضا هي بالحقيقه يسموها سيدوسيستس، يعني هي مو سيست حقيقيه لان يعني ما بها كل مواصفات السيستس اللي نجي شو نعرف شلون. باختصار الميوكوسيلز هي شنو؟ وين يصير بالماينر سليفري جلاند، ماينر سليفري جلاند. والرانيولا لا تصير بالسبلنج بالدكت مال السبلنجول والسبمنديبولار سليفري جلاند. ذيك الميوكوسيلز تصير بالماينر سليفري جلاند. كل ماينر سليفري جلاند احنا نعرف بها شنو دكت صغيره صحيح. طبعا وين موجوده الماينر سليفري جلاند بالماوث؟ وين نشوفها؟ سبلنجول. نعم لا الماينر سليفري جلاند شوفها باللبس بالشيك عندي بالانر سايد اوف ذا تشيك بالفلور اوف ذا ماوث اكو بالبلت اكو وكذلك حتى بالتانج اكو ماينر سليفري جلاند بس هي اكثر شيء باللبس موجوده وبالان بالتشيك وبالبلت فبيها داكت صغيره تفرز الاكسكريشن مالتها مو صحيح. وين ذا داكت از سبجكتد تو تروما، وين ذا داكت از سبجكتد تو تروما يعني باي فولس بايت شارب ايدج continuous irritation the duct will be damaged and consequently the duct will be obstructed damaged and obstructed the duct damaged and finally will be obstructed راح تنسد مو صحيح. The excretion will be retained راح تنحصل ال excretion راح it will cannot be the excretion cannot be drained normally so they will be شنو retained تنحصل ال excretion it will be enlarged اللارج فيسموها retention cyst. اوكي هذا هو مبدا الميوكوسيل، مبدا الميوكوسيل. ليش قلنا سيدوسيس؟ لان ما بيها pathological lining، ما بيها pathological lining. ليش اعتبروها cyst في نفس الوقت؟ اللايننج مال الدكت نفسه، الدكت اللي هي نورمال بيها لايننج، هذا اللايننج نفسه considered as lining of the cyst، فهذا هو الميوكوسيل. عرفتوا شنو الميوكوسيل؟ زين الرانيولا نفس المبدا، نفس المبدا الدكت اوف ذا سبمانديبولار او سبلينجوال جلاند اوبجكت ويل بي يعني اوبجكتد اور يعني سبجكتد تو دامج ايضا ويل بي اوبستراكتد اند ويل بي ذا درين اوف سبمانديبولار سبلينجوال جلاند ويل بي بريفنتد فروم نورمال درينج ويل بي ريتيند نفس الشيء. The duct will be enlarged اللي هي بالفلور of the mouth الصير زين فراح تكون لنا الميوكوس الرانيولا. الرانيولا large retention cyst سلام ورحمة الله large هسه راويكم الصورة هنا large retention cyst عندي محتفظ بيها ولا بس خلي ادورها حتى تشوفوها. تعال نشوف الرانيولا. ما سمعت قدرات راح تتوضح. لا ولا
نصق الضوء مو داخل الصوره سو فوكس اول مره قبل ما تطقها صوره شوفوها انتوا والله صراحه زين شفتوا الرنجه نفس الشيء تمام تمام يعني بس هذا عندنا باليوم اي اي بالضبط هاي الرانيلا الكبيره هاي بالفلور اوف ذا ماوث اندر ذا تانج شفتوا هاي هذا مريض بالنجف او بالحقيقه مريضه لان انا من كملت بورد رحت بالنجف بالمحافظات هواي كيسات هسه شفتوها رانيلا شنو لونها شفتوا لونها لا بلوش جريش الى بلوش فهي ذاكرتها هنا ذاكريها جريش الى بلوش اوكي عندنا بعد شنو هسه هاي كملنا الرانيلا والميوكوسيل وذكرنا نعتبرها من ضمن الجنيك اللي وياها قلنا الميديان والنيزو بالاتاين والجلوبيلو ماكسيلاري ميديان والنيزو بالاتاين والجلوبيلو ماكسيلاري ضايف وياها العفو الرانيلا والميوكوسيل واضح؟ زين هسه تيجي على الاودونتوجينيكسيس الاودونتوجينيكسيس اللي هي ايضا السكند سب ديفيجن اوف الديفلوبمنتال هاي مور كومن ذان ان الاودونتوجينيك ايش تشمل؟ تشمل الاتي البريودنتال سيست primordial cysts والdentigerous cysts أربع أنواع periodontal primordial dentigerous وشنو بعد keratocyst periodontal primordial dentigerous keratocyst طبعا بس أعطيكم فد نقطة يمكن تقاريها بالباثولوجي الباثوجينيسيس اوف ذا سيست شلون ان جنرال شلون تتكون السيست ان جنرال يعني شلون عمليه تكوين السيست الباثوجينيسيس اوف ذا سيست بكتيريا تفرز مناخ نعم بكتيريا تفرز توكسين وجل لا مو هذا القصد يسموه مصطلح pathogenesis يعني شلون تتكون الباثولوجي شلون عمليه تقدم البروجريشن اوف ذا باثولوجي شلون يصير السيست السيست كالاتي هي اصلها جرانيلوما آه طبعا فيما يخص الانفكتد سيست بالذات جرانيلوما هاي ده يحكي عن الانفكتد سيست اللي هي الاودونتوجينيك سيست بالذات اللي تشمل من البريودنتال والبريمورديال خاصة دول الثنين هي جرانيلوما بريابيكال جرانيلوما مثلا نكروتيك توف صار بالبايتس وبعدين نازل بالبايتس بالروت وبعدين صار نكروتيك بال والانفكشن وين منتقلة للبون فصار أول شيء بريابيكال راح يصير بون ديستركشن بعدين البون will be replaced باي شنو باي جرانيليشن تيشو لانه الانفكشن مستمره من تشيل الكوز اوف انفكشن وتنظف الجرانيليشن تيشو راح يرجع يصير نورمال بون بس بما انه الانفكشن مستمره راح يبقى جرانيليشن تيشو الجرانيليشن تيشو هذا حسب البودي ريسبونس لو يبقى ثابت بحجمه لو يكبر فاذا كبر يستمر اللارجمنت كونتينوس ان اللارجمنت The blood supply to the center of the granuloma will be severe. بعد ما يقدر يوصل blood supply to the center of the granuloma. The center of the granuloma will be شنو necrotic. ماكو blood. The center of the granuloma will be necrotic. وراح تبدي راح يتحول للجرانيلوما. من يصير necrotic راح يصير fluid content راح تتحول إلى cyst. هو هذا pathogenesis ما cyst infected cyst in general. ما يخالف قلنا بس خلينا نعيده وأشرحه. بس خلينا نلحق ان الاودونتوجينيكسيس تشمل قلنا البريودنتال والبريمورديال اوكي بريودنتال والبريمورديال البريودنتال هي arises from the rest يعني rest يعني remnants rest or remnants بالبريودنتال membrane during ايضا الديفلوبمنت rest arises from the rest or remnants on the periodontal membrane inflammatory in origin These cysts are inflammatory in origin here with the primordial. زين.
along the lateral طبعا بما انه periodontal فمكانها وين along the lateral surface of the root يعني بال periodontal membrane okay واحيانا يسموها شنو radicular cyst لها اسم اخر اذا بالidentulous area طبعا هي الidentulous area ما راح يصير بها periodontal membrane يعني زين بس هي هنا قاعدين يعني اذا اكو adjacent teeth بالperiodontal adjacent teeth او dentulous area فيسموها residual cysts ايضا اوكي بس هي قال اذا بالidentulous اذا واحيانا بالidentulous area هي مين تطلع هي اساسا ماكو teeth ولا اكو periodontal membrane تطلع من arises from incomplete surgical removal of pathological tissue incomplete يعني من تطلع السن لذلك يفضل انه إذا تأخذون إكس راي مثلاً تريدون تسوون إكس راي شنو بالإكس راي يشوفون أكو فدرايديولوسنسي كبيرة يعني إذا شفتوا بالإكس راي أكو فدرايديولوسنسي كبيرة بالروت قلعتوا التوف يفضل إنهم مو هاي قلعته وضطنا وروح مو ما يصير يعني على الأقل تسوي تنظيف فديكيوريت بسيط تحاول السوكت تنظفه تطلع الجرانيليشن تيشو وهذا كله انفكتد تيشو كل هذا ديلي في احسن الحالات راح ياخر لك الهيلينج في احسن الحالات it will increase the incidence of post extraction infection زين في احسن الحالات انه شنو increase the risk of dry socket كل هذه يزيد لك الريسك مالته فيفضل التشيله فهنا قال في حاله انه incomplete removal of هذا التيشو بقيته مشلته it may cause or give rise to the development of inflammatory cysts. انظر منها periodontal cysts. Okay? زين. طبعاً شنو شلون تنظف السوكت بالكيوريت؟ تحاول تطلع ويبين الجرانيليشن تيشو. يعني من تشوفه تطلع هيك. وأحياناً إذا أنت حظك محظوظ تكون الجرانيلوما مشلبة بالروت بالأبكس مال الروت. يعني من تطلع التوث تشوفه بالأبكس مال الروت فالطوبة صغيرة. سوفت تيشو هي هاي الجرانيلوما. زين. ال primordial cyst اللي هي الفوليكولار يعني periapical cyst نفسها periapical cyst ليش تطلع بالinfection of periodontal disease هاي بالinfection of the tooth يعني نفسها من قلنا يصير necrotic pulp وصحيح pulpitis necrotic pulp بعدين infection تطلع بالبون through the tooth root canal يعني تطلع من التوث تنزل للروت بعدين من الابكس infection تبدأ بالبال تنزل للروت بعدين تطلع من الابكس مال الروت تروح للبون بالبريابيكال بون زين بالبريابيكال بون بعد يصير بريابيكال انفكشن بعدين تتحول الى جرانيليشن بعدين تتحول الى سيست مثل ما شرحت لكم شلون هذا هي البريمورديال سيست او يسموه فوليكولار سيست او يسموه بريابيكال شنو سيست هذا التريتمنت مالتها طبعا شنو اكستراكشن اوف ذا توث وتنظف المكان اوكي نجي على الدنتجرال سيست الدنتجرال سيست زين دنتجرال سيست هي شنو عاده الدنتجرال سيست اسوشيتد وذ امباكتد تيث يعني تشوف دنتجرال سيست وبنصها امباكتد تيث انكمبليتد جروث اور ديفلوبمنت اوف امباكتد تيث تشوف الكراون مال امباكتد توث واراوندد باي الفوليكولار مالت الفوليكل التوث فوليكل زين راح هذا جيف رايز عاده للدنتجرال سيست لذلك نشوفه موست كومنلي اسوشيتد ويا اللور ثيرد لانه اللور ثيرد هو دائما يسوي لنا شنو يعني بنسبه عاليه من الامباكشن اسوشيتد كذلك ويا الامباكتد كاناين اني توث ذات كان بي امباكتد كان جيف رايز تو دنتجرال سيست طبعا التريتمنت مالته هي شنو انوكيليشن اور مارسوبيلايزيشن كلها سيست بات وذ ريموفال of the impacted tooth. لازم تشيل impacted tooth وياها. زين؟ هاي الدنتجرال سيست. تبقى عند الكيراتوسيست بالحقيقة الكيراتوسيست هي نوع مهم من السيست جدا. كيراتوسيست. طبعا هي الكيراتوسيست والدنتجرال سيست اثنيناتهم arises من يسموها epithelial cell rest of malleus.
period cell rest of malaise. زين. يعني أيضا يجون development. يعني ليش again associated with شنو impacted teeth and during the development of impacted teeth. وأيضا keratocyst بيها فت keratinizing material. لذلك يسموها keratocyst. زين. هذه الكيراتوسيست طبعا اكو شغله مهمه ايضا كل السيست شلون اللارج هاو ذا سيست اللارج شلون تكبر السيست فلويد لا لا احنا قلنا اسرح اشرح لك اياها مره ثانيه اللي سالتيني على السؤال قلنا هي بالانفكتد سيست اللي من ضمنها قلنا البريمورديال والبريودنتال تبدي انفكشن infection, dental infection, big square اللي نحكيه بالتسلسل dental infection, pulpal infection, pulp necrosis, زين, pulp infection يعني pulpitis, بعدين pulp necrosis, بعدين تنتقل للpulp during the root apex تطلع للبون periapical bone, راح يصير periapical bone infection, periapical bone with continuous infection, الinfection مستمرة, راح يصير periapical granuloma, granuloma يعني granulation tissue, يعني fibrous tissue. With continuous infection, the granuloma either remain constant in size or enlarge according to the body response. If it is enlarged, continuous enlargement, the blood supply to the center will be severed. يعني ينقطع بعد ما يقدر يوصل the blood supply to the center. The center will be necrotic rahimut. It will be converted into cyst. زين. هسه هتكونت السيست. شلون تبدي تكبر السيست؟ السيست شلون تبدي تكبر؟ تبدي تكبر by hydrostatic pressure of the fluid. Fluid يتجمع continuous accumulation of fluid فيضغط على السيست يكبرها by process of compression على adjacent bone. زين فيسوينا bone resorption لل adjacent bone تكبر. But اكو نقطة مهمة clinical point. The enlargement of a cyst it does not cause resorption of the adjacent teeth. لأنه هو slowly enlargement cyst. It does not cause resorption. It causes divergence. تدفع الروتس تدفع الـ adjacent roots but does not cause resorption. صرت أنت شلون؟ خاف يجيكم بالمسك يو على سؤال أيضا مهم. It causes divergence. تدفع الروتس توخرها تدفعها due to the pressure. But it does not cause resorption. ما تسوي resorption. ليش؟ for two causes. slowly growth cyst. I wonder. ثانيا it is benign. فإذا شفتوا بالإكس-راي root resorption فهاي it is a bad feature. إذا شفتوا root resorption بالإكس-راي it is a bad شنو feature. معناته أكو المشكلة. It is not benign. It is a bad feature if you discover root resorption by X-ray. Cyst does not cause root resorption. Cysts cause root divergence. By شون ليش root divergence لأنه enlargement slowly growth. أما slowly شون slowly growth by hydrostatic pressure of the fluid. ما عدا الكيراتوسيست. الكيراتوسيست هي مو hydrostatic pressure. وإنما finger-like process growth. Finger-like process growth. لذلك يسموها snail-like cyst. Snake-like cyst. يعني مثل الأفعى. يعني longitudinal rather than horizontal. تمشي along the mandible. For rarely cause buccolingual dimension. For only discovered بالadvanced, يعني when it causes buccolingual dimension, only بالadvanced stage. يعني ماكل المندبل اكل يلا كوز بالادفانس ستيج واضحه يعني بالادفانس ستيج اونلي كان كوز بوكو لينجوال دايمنشن لانه الكيراتوسيست جرو باي فينجر لايك بروسيس اكسبانشن فينجر لايك بروسيس يعني لونجيتيودينال نوت هوريزونتال هاي الكيراتوسيست بيها كيراتينايز ماتيريال وبيها دوتر سيست يسموها يعني سيستات صغيره هي سيست كبيره وبيها سيستات صغيره زين عرفتوها الكيراتوسيست هسه نجي على الميثودز اوف تريتمنت اوف ذا سيست الميثودز اوف تريتمنت اوف ذا سيست
هي كل السيس قلنا نفس التريتمنت، كل السيس نفس التريتمنت، وقلنا السيس بها خاص يعني خصائص حلوه. اولا كلها نفس التريتمنت وياي لولا وياي لولا كلها نفس التريتمنت. ثانيا كلها يعني ما نحتاج انه ندزها هيستوباثولوجي، لانه ليش احنا ليش ندزها هيستوباثولوجي من ري يعني موسس من ريد فد ديزيز معينه او باثولوجيكال، ليش ندزها هيستوباثولوجي؟ لا عفوا دايجنوسيس على مود على ضوء الدايجنوسيس نسوي تريتمنت بلان، على ضوء الدايجنوسيس نسوي تريتمنت. فاذا هي التريتمنت كلها وحده ماكو داعي ندزها هيستوباثولوجي، صحيح؟ لان يعني هي التريتمنت كلها وحده. It is necessary to diagnose it as a cyst. يعني أنت مش مجرد شخصتها cyst. That's enough. بعد شنو أنواع cyst ما هو داعي. I only for يعني information. بس أنت لازم كعلم كنظري لازم تعرف أنواع. المهم the surgical treatments of cyst قلنا هي قسمين أو طريقتين. Inoculation و marsupialization طريقة ثانية. Inoculation و marsupialization. اوكي زين الانوكليشن شنو يعني انوكليشن؟ يعني تشيل السيست كلها، السيست كلها تشيلها زين. اللي هي شنو معناته انوكليشن؟ يعني complete removal of the cyst sac. ورا ما تشيلون الساك the cavity is closed. هذا هو الانوكليشن، يعني السيست شيلها as a sack. طبعا هي difficult انه من الناحية النظرية يعني difficult تشيلها كلها بدون without rupture. difficult انه تطلع الساك كلها الابثيليال لايننج تطلعها without rupture بالفلود بنصها، لا هي في 90% او اكثر يصير رابتشر. بس شنو حتى لو صار رابتشر مو مشكله، اهم شيء انه اللايننج مالتها الباثولوجيكال لايننج اللي لايننج بون الكافيتي، هذا اهم شيء الباثولوجيكال لايننج شود بي ريموفد كومبليتلي. لانه اذا بقى لايننج رمنس او ذس باثولوجيكال لايننج شو يصير؟ ريكيرنس ترجع السيست. فهمتني شلون؟ فاذا شلت اللايننج كله ماكو مشكله، وإذا قدرت تطلعها كلها بدات رجع طبعا هذا فد شيء ممتاز. هذا هو الانوكيليشن. المارسوبيلايزيشن شنو؟ المارسوبيلايزيشن شنو؟ تفتح السيست، تفتح اللايننج مالتها، تفرغ الفلويد، مو بيها فلويد، تفتح اللايننج، تفتح السيست. اذا كانت جوا البون تشيل البون، تفتح ويندو بالبون. طبعا البون هو عادة انت بس تفتح الانسجن راح تشوف مكان البون اللي بده يصير بي ديستركشن، ومثل ما قال بالضبط خفيف مثل الاكشل صاير، رأسا تقدر تفتح ويندو بسيطة راح تطلع جوا اللايننج. اوكي انوكيليشن قلنا كله تطلع او رابتشر وتطلع اللايننج كله، تتأكد انه مو بقى لايننج وتنظفه وبعدين السجن يعني السجن. المارسوبيلايزيشن لا، تفتح بالسوفت تيشو، تفتح بون ويندو اذا هي بالبون راح يطلع اللايننج، تسوي انسجن باللايننج، تفرغ الفلويد، والباثولوجي اللاين اوف ذا سيست شو تسوي؟ سوتشر وذ ذا نورمال لايننج اوف ذا ماوث اوف ذا ميكوزا. ليش؟ حتى تضمن انه تبقى السيست مفتوحه. مبدا المارسوبيلايزيشن هو ديكومبريشن، ديكومبريشن تفرغ الفلويد، فهذا الفلويد اللي بيها بعد ما يسوي هيدروستاتيك بريشر، ديكومبريشن اللايننج مال السيست تفتحها سوتشر وذ ادجيسنت نورمال لايننج اوف ذا ميوكوزا، تقول بس تشار فتبقى السيست مفتوحه والفلويد مالتها شنو ايفاكيويتد. اند ان سوتش ميثود شنو يو ويل بريفنت hydrostatic pressure of the cyst. You will prevent growth of the cyst. بالعكس contraversely you will enhance regression of the cyst. انت راح تسوي regression of the cyst. كل واحد بي advantage و disadvantage.
المثل سمالت المارسوبلا وكل واحدة بيها إنديكيشن أو دس كونترا إنديكيشن. بشكل مختصر السمول سيست هي إنديكيتد فور إنوكيليشن. فيري لارج سيست اللي هي تمن الشيلها إيش راح يسوي؟ مكان كله فارغ خلاص معه. يعني مكان كله فارغ. مكان كله فارغ. إيش راح يصير بهيك حالة؟ شغل صح. عفوا. شنو؟ ما عنده بس والله ما عنده انكسر. عفوا. إذا بالفيري لارج سيست بالفيري لارج سيست إنوكيليشن أو فيري لارج سيست يعني مو يعني خلينا نقول نوت إنكارجد. الإنوكيليشن أو فيري لارج سيست زين leads to increased risk of pathological fracture لأنه راح يبقى بول قليل. فإذا بالفيري لارج سيست شو نسوي احنا؟ نسوي مارسوبيلايزيشن. نشيلها نبقيها to prevent possible pathological fracture. هاي واحدة. زين. Very large cyst كذلك إذا شريتها شي يصير بالإضافة إلى احتمالية pathological fracture. راح أشيل بول وايد حتى أطلعها كلها. أي إيش راح يصير مكانها؟ هو مو راح يشيل بول، هو البون ديستراكتد. راح يصير كافيتي كبيرة. هاي شو يسموه الكافيتي كبيرة؟ إذا سدها واحنا قلنا بنيوكليشن السله اذا سده ايش راح يصير وجوها كافيتي كبيره يسموها ديد سبيس. شو يسموها ديد سبيس؟ الديد سبيس ايش راح يتجمع مين؟ بلاد. بلاد يعني نتيجه العمليه نظفته وطلع حلو كل شيء ماكو بس هو صار شنو فد سبيس كبير سديته راح يصير ديد سبيس. الديد سبيس هو اللي فولد باي شنو بلاد. البلاد هذا الاكوميليشن بلاد يسموه هيماتوم صحيح. الهيماتوما شو سوينا ايضا increase the possibility of infection post operative. فهاي نقطتين مهمة تخلوها بالك. يعني بال very large cyst الانوكليشن increase the possibility شنو of pathological fracture و increase the possibility of infection due to the dead space. هذه ال disadvantage مال الانوكليشن بال very large cyst. المارسوبيلايزيشن بالنتيجة أيضاً بي disadvantages. شنو هو؟ أولاً أنت من راح تفتح السيست وتبقيها تفتح السيست والسوتشر اللاينينج مالته سوتشر للأدجيسن تيشو راح تبقى كافيتي صحيح؟ المارسوبيلايزيشن أولاً تيك لونج تايم فور هيلينج يعني كافيتي تبقى تيكس لونج تايم فور هيلينج و needs frequent packing. يعني انت مو بس تفتح الكافيتي وتبقيها لازم تخلي بيها شنو فتيلة والفتيلة تبدلها على الأقل بالأسبوع مرة مرتين. وهاش قد تستمر هي عملية تبديل الفتيلة مو فتش صعب يعني بس المريض لازم يروح يجيك يعني من 3 أشهر إلى 6 أشهر توصل إلى أن تبدي الكافيتي شوية شوية شنو تبدي كافيتي شوي شوي سمول تصغر 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 الى ان تنتهي. فهذا الديس ادفانتجز مالت من مال المارسوبيلايزيشن والديس ادفانتجز مال الانوكيليشن. كل واحده فيها ادفانتجز وديس ادفانتجز. مال الانوكيليشن هي بالسمول سيست كومبليت ريموفال اوف ذا باثولوجيكال لايننج كلوجر ديفينيت كلوجر بوست اوبراتيفلي نو نيد فور باكينج. هاي الادفانتجز. الديس ادفانتجز مالتها وين باللارج سيست تسوينا increase possibility of pathological fracture وتسوينا increase risk of infection. المارسوبيلايزيشن بالعكس الادفانتج مالته بالفيري لارج سيست انه شنو prevents the possibility of pathological fracture or prevents the possibility of infection. لكن بي disadvantage انه شنو takes long time long time for healing ولونج تايم شنو recurrent parking. هذا باختصار الادفانتجز والديسادفانتجز وشكرا. خلصت هاي المحاضره مع السيست. اوكي دكتور بالنسبه للمارسوبيلايزيشن راح اكون مفتوحه غير المرحم راح يبني شوي شلون؟ ما راح اخيطها ويا جسمه النورمال تشو. اي نعم مو راح يكون هم اللايننج على اللايننج قارصه بالالس فورسبس زين وهاي عباره ما شلنا اللايننج وكملناها ورما هاي الكافيتي اللي تشوفوها هاي سوينا كومبليت انوكيليشن كافيتي نوت فيري لارج فسوينا انوكيليشن. طبعا اكو نقطه هنا بالمحاضره ترى
ترى لي الاضاءه مالته مال التليفون يعني مو هذا الايباد مالتي عطخه قديم ونشوفه مسكر يعني هذا شويه نزل عمر الشاشه. اكو نقطه مهمه بالانوكيليشن. هسه هاي صوره واضحه. هاي صوره واضحه. شنو الانوكيلي الروتس اللي عفوا السيست ايش بقت هاي التيث اللي تشوفوها التيث شنو لا ذيك النيزو جلوبيلاري اللي هي ذيك لا هاي بريمورديال سيست يعني انفكتد بريابيكال سيست كبراني. اكو نقطه شوف هسه هنا البلاد سبلاي مال هاي التيث سيفير شويه. هاي البلاد سبلاي مال هاي التيث سيفير عفي. فهذه المريض تقول له بالمستقبل عنده خيارين. اما بالمستقبل ورا ما يتكون شويه بون يرجع يبدي يتكون بون يعني تقريبا 1 يير تقول له يو شود تشيك فور اندو خاصه هاي التيث يعني شوف هاي اللاترال والكناين والفور هاي ثلاث تيث زين ديو تو ذا سيفيرمنت اوف ذا بلاد سبلاي عندك تقول له اما 1 يير اوبراتيفلي بوست اوبريت تعال سويهن اندو لان هاي 90% ويل بي نون فايتال 90% شنو ويل بي نون فايتال. واذا انت عندك فاسيليتيز بالاوبريشن اذا عندك فاسيليتيز بالاوبريشن تسويها ابيسكتومي اللي هي المحاضره السابقه بالاوبريشن نفسه تسوي ابيسكتومي تقص الروتات من فوق الابيكسات وتنظفها زين وتخلي الام تي اي وتنتهي المشكله بعد ما تحتاج كل شيء. بس اذا ما عندك فاسيلتي تقول له ورا سنه تعال سويها اندو اوكي تمام زين. بس انا خلي بون جرافت وين يعني هنا العمود العمودين بين لا نو نيد فور بون جرافت نو نيد فور بون جرافت. هو انت ما دام شلتي الباثولوجيكال لايننج شفتي الكوز اوف انفكشن شلتي الباثولوجيكال لايننج وشلتي الكوز اوف انفكشن بون ويل بي رينيود ريفورميشن اوف نيولي ساوند بون. بس المشكله بالتيث راح تصير هذا التيث يعني during this period يعني high possibility of non-vital teeth راح تصير. فهي مو مشكلة سويها اندو بالمستقبل أو intraoperatively سويها endodontic surgery. يا أحمد ليش هو يحب الاندو زين. هسه بعد ها دبل استريحوا بس أريدكم أريد أطلع لكم صور approach. فتحنا الأوربت طلعنا الأوربت وهاي الأيبول هاي الفلور of orbit زين. مفتوحة بس كلهم يجون هاي مفتوحة مال هذه اللي شبهها عليهم. مو مفتوحة أنا فتحناها. إيه مو وند يعني مو تروماتيك وند. لا هذا انسجن هو مضروب سابقا بلانت تروما يعني مضروب بوكس متعارك همينه وصار عنده أوربيتال فلور فراكشر وصار عنده ديبلوبيا. مو قريناها بالمحاضرة لو هم قريتوها عنص فد أوربيتال فلور فراكشر فطلعنا الفلور خلينا السيليكون موجوده بالمحاضره رفعنا الايبول زين وصلحنا الدبلوب. اوكي هاي واحدة من مال الكيسات الاوربيتال فراكشر شويه قريبه على السب كوندايلر ففتحناها. هذا ريترو مانديبولار انسجن يسموها ريترو مانديبولار انسجن يعني خلف الاذن وذ اكستنشن والسب مانديبولار اكستنشن يعني فتحنا منها هيجي ريترو مانديبولار يعني ريترو يعني خلف المانديبل والسب مانديبولار اكستنشن منا وهذا ريترو مانديبولار ريترو مانديبولار انسجن. اوكي هذا ريترو مانديبولار انسجن منا والسب مانديبولار اكستنشن. هذا واحد من الابروتشات بعد رجع الكاميرا هاي واحده من الابروتشات. الابروتش الثاني هو كويستن مارك question mark with the hairline. بس احنا استخدمنا هذا اسمه بري اوكيولار عافيه بري اوكيولار بالضبط question mark incision. احنا استخدمنا لا الريترو مانديبولار والسب مانديبولار اكستنشن. فهذا الفراكشر اللي تشوفوه هذا الفراكشر لاين واضحه. بعدين هسه بس خل اراويكم ادور صور هاي البليتات ورا ما دقيناها هذني شفتوها هذا الفراكشر الخط واضح. هذا الشيء يسموه بالمحاضره قلنا open reduction and internal rigid fixation. open reduction يعني في يسموها الفيو
هذا الوجه؟ شنو وجه؟ لا شنو؟ شلون هاي انتيرو بوستيريور؟ لا بوستيريور انتيرو بوستيريور انتيرو دائما احنا لا لا بي اي بي اي بوستيريور انتيرو يلا بس ليش تعاند؟ لا دكتور اقول له شلون انا مبين النوز اللي قدام لا ما خطا اوكي خطا بوستيريو انتيرير زين بعدين احنا خبره شلون تعرف البوستيريو انتيرير الاوربتس مالتها مو واضحه منو مغطيها البونز الاوكسيبيتال بون لانه الكون منه بوستيريو انتير دائما اول حرف هو مكان الكون والثاني كلمه مكان الفيلم وبوستيرير الكون وانتيرير الفيلم فلذلك الاوربس والنوز كله يعني اوفرلات باي الكرانيوم ستراكشر شو نشوف بيها هاي نشوف بيها المندبل زين فوين الفراكشرز هذا مو وينه هذا لا صح هذا فراكشر هذا باراسينفيجيال فراكشر بعد هذا اللي جا لا بشوف وهذا اللي جاء هنا لا اقول لك حددنا هذا وش دقيقه اسلم انا ايش قلت لكم كيس مال ايش منظر ها منظر مو قلت لكم سب كون دايلر فراكشر هذا عافية هذا جاتي مكسور وواحد صار هذا هو النك هيك صاير احنا اصلا ما طلعنا من النك هيك صاير يعني مو هو النك هيك هذا البون مكسور وصاعد واحد فوق الاخر فهمت شلون ياتي واضح لا ما احنا بقينا بس هنا مصعد من فوق واضح مو واضح حسب انه بس هذه باراسينفيجيال كونترا لاترال سب كوندايلر فراكتشر عافيه بالضبط فهذا كيس مال ال قلنا من الفورس ترانسميتد هو مضروب على جهه فيصير دايركت فراكتشر وان دايركت شنو فراكتشر هذا مضروب طابوقه اي والله مضروب طابوق حركه هذا بالشغل هذا مو العظميه هناك كلها شغل العظميه كلها عراكه وهاي واحد يتحرش بالله معروف العظميه يعني مو من عندي لا مو شقاوه لا دائما عن زين هاي بوست اوبراتيف اكس راي شوفوها شوف البليتات شلون قعدت وهاي ايضا خلينا هنا بليت هذا ضربه جايته من ورا هو هنا دايركت تروما وهنا صار ان دايركت تروما هسه البليتات تشوفوها ايوه هاي السب كوندايلر خليناها منها وخلينا ايضا هنا وشلون نرجع المندبل حلو مو صحيح زين دكتور المندبل نير هنا اللغه انضرب احتمال صار بيفصل يا هو المندبل نير لا ليش ما لانه ما جاء منها هو جاي محاضات لا لا اولا النيرف منها يجي من اللنجوله وهاي الجهه يعتمد على النيرف منها حتى لو يصير فراكتشر مو يعني ما ينقطع النيرف يعني يصير شويه تنشن بي ينجر ينعر ماكو بس ما يعني ماكو مشكله بس يعني يصير بالدمج قوي يعني والم هيك شيء احنا قلنا بالمانديبولار فراكتشرز بالفيشل فراكتشرز ان جنرال بالفيشل فراكتشرز قلنا ان جنرال البين هو نوت سيفير مو مثل باقي الفراكشرات يعني واحد ستة إذا تنكسر رجلك تموت من الوجع تمام من الوجع تموت يعني أحيانا نصير فينتينج من الوجع يعني ألم مو طبيعي فيطوم مورفين يطوم بيتيدين ذول الفراكشرات ترامال إحنا بالفيشل فراكشرز البين is not severe mild to moderate mild to moderate only وين البونز تتحرك يعني من يفتح ويسد حلقه يقول لك اخ افتح حلقه والله صاعد وجع شويه بالبالسي يقول لك عندي هنا شويه وجع هو فراكشر مايلد تو مودريت انلايك اذر فراكشرز اوف ذا بودي زين اراويكم ال ايام بالحقيقه هاي كيس ثاني هم انا اشوف هاي البليتات هاي البليتات اشوفوها و أراويكم النيرف وطلع عند النيرف هو النيرف يعني مو شرط تشوفه بس إذا شفته لازم تدير بالك عليه هذا هو النيرف مجرم هو أن هذا الدنيا كلها درج نلقيه ونحافظ عليه هذا النيرف شفته مأشر عليه لن يصرى يقول لها يا رجل شو على كسرة يقول لك هاي رجل على سكر
the open reduction and internal rigid fixation. زين هذه هسه عندنا كيسات ومن ناخذ مواضيع اخرى ان شاء الله راويكم صور.